أو كذا. لو سمحت. أنا أول مرة أحضر كنت بسمع عنه شوية صغيرة، كنت بسمع دايماً كان في حرب ضد هذا الكيان وضد هذه المجموعة، فقلت لا أنا مش هسمع سلبيات، وأنا معرفش الناس دي ما عشرتهاش عشان أعرف الكلام اللي بيتقال عليهم ده صح ولا غلط. عشان كده حبيت فعلاً إن أنا أكون معاكم وسطيكم النهارده، ولكن فعلاً أنا اتشرفت ولقيت كل كلمة سلبية اتقالت عن هذا الكيان وخاصة عن هذا الأستاذ الكبير كانت خاطئة، رغم إن هي فعلاً أنا يمكن ساعات بس قضيتها بوستيكو، لكن تشرفت بكل مجهود وكل إنسان كنت مجهول خلف هذا النشاط الكبير. أتمنى إن فعلاً الكيان ده يكبر، وزي ما بيكون في اجتماعات نسمع عنه، انا ما كنتش بسمع عنه، يعني انا عرفت بالصدفه بقى. فيا ريت يبقى فعلا في اعلان صادق وكبير عن هذا الكيان يغطي كل بلاد العالم، عشان فعلا نكون ايد واحده وايد صادقه تخدم كل الجاليات في اوروبا في امريكا في العالم كله، اسم مصر يترفع عالي، وبرضه نخدم هنا في مصر بلدنا. انا اسمي مصريه وبعتز بهذا الاسم، بالرغم من وانا صغيره كنت بقول لها ايه ده ايه الاسم ده وبتعمل لي مشاكل، خصوصا لما رحت اوروبا عمل لي مشاكل كتير، كل ما اقدم نفسي اسم مصريه يقول لي ما انا مغربي ما انا مش عارفه تركي، انا بسالك على اسم لازم اعدها ثلاث اربع مرات لغايه ما يقتنعوا او اطلع الباسبور. بس دي عامله لك شغل عالي. لا 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 انا اعتذرت. انت تلاقي عندك شبكه علاقات. الاسم ليه معنى كبير جدا جدا جدا، اتمنى اني اكون فعلا يعني كفء ان انا احمل هذا الاسم. واشكركم جدا، واتمنى فعلا اكون معاكم باذن الله. وانت مصريه فعلا.